وعودة لمباراة المريخ وسيمبا التي حقق فيها المريخ التعادل عكس توقعات الجميع. قدم المريخ أداء جيدا مقارنة بمباراته مع فيتا، كان الفريق منسجما. أعاد إشراك رمضان عجب وبخيت خميس في مفاجأة للجميع. خدمت أيضا نتيجة المباراة الأخرى بين الأهلي المصري وفيتا كلوب في القاهرة التي انتهت بالتعادل، وكانت مباراة مثيرة جدا خدمت المريخ. ولكن للأسف المريخ رغم أداؤه الجيد والذي استبشرنا فيه بعودة روح المريخ، اللاعبين أدوا المباراة بروح قتالية، شعرنا بروح المريخ وحماس المريخ وشعرنا بروح الفني، إلا أن الإدارة فاجأت الجميع بإغالة الجهاز الفني. نعم، مشاركة اللاعبين نفسهم الموقوفين، شاهدنا اليوم سيمبا رسميا أعلن أنه قدم شكوى في الكاب في مشاركة اللاعبين. طبيعي جدا يحصل الحاجة دي، وفقا لأنه جوميز كان مدرب المريخ قبل بداية مرحلة المجموعات، وعارف أنه اللعيبة موقفين، عنده لعيبة بيتمرنوا معاه لكن ما بشاركوا في المباريات بسبب أنه اللعيبة عندهم قضية. فأنت تشرك اللاعبين وقعت في خلل كبير، حتى ممكن يكون في عقوبات مستقبلية على المريخ بعيد عن النقاط نفسها. الفريق قدم بصراحة للأمانة واحدة من أحسن مبارياته في البطولة الأفريقية في الموسم ده، لكن معاب وأضاع عدد كبير جدا من الفرص، كان ممكن يطلع بنتيجة إيجابية.